اخوان كما قلنا غنمشيو مثلا لجوجل سارتيتو مثلا الملف ديالكم كما كان الملف النوع ديالو سواء فلاش او كما كان النوع ديال الملف تيليشارجيتوه في تيليشارجومو غنمشي لتيليشارجومو تفتش عليه فين غادي تلقاه الا طلع لك على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا زيب يعني ملف مضغوط نوضعناه في البيرو كنضغطوا بالزر الايمن ديال الفاره كنمشيو ل اكسبيري ايسي يعني هنايا كنضغطوا عليها ها هو تم فك الضغط ها هو ظهرنا الملف بي دي اف يقدر يكون بي دي اف او وورد يقدر يكون فلاش كما قلت لكم ها هو البي دي اف ديالنا او يكون صور المهم حنا فكينا عليه الضغط وهو تقرا لنا شكرا لكم على المشاهده ما تنساوش تشتركوا وفي فيديو قادم ان شاء الله.